ساعات قليلة تفصلنا عن البداية الفعلية للمنخفض الجوي وثلوج كثيفة في الطريق نحو المملكة. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب. أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. إذن شهدت المملكة خلال ساعات صباح اليوم أجواء مستقرة بشكل عام، صافية، وانتشرت كميات قليلة من الغيوم، لكن هذا الاستقرار والصفاء على الأجواء ما هو إلا استقرار مؤقت، حيث أن المملكة ستتأثر خلال الساعات القليلة القادمة بمنخفض جوي من الدرجة الرابعة وجبهة هوائية باردة عالية الفعالية. نستطيع أن نشاهد هذه الجبهة الهوائية الباردة وأيضا المنخفض الجوي من صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. هذا المنخفض الجوي يتمركز حاليا إلى الغرب من جزيرة قبرص، يدفع بهذه الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة من شرق أوروبا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي التركية وأيضا الأراضي اليونانية. هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي تتحرك سريعا نحو المملكة خلال الساعات القادمة على شكل تكاثر كميات كبيرة من الغيوم، هطول زخات أمطار رعدية غزيرة وأيضا ثلوج كثيفة فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر اعتبارا من ساعات عصر نهار يوم الأربعاء. لكن اعتبارا من ساعات ليل الأربعاء على الخميس ومع تحرك المنخفض الجوي نحو الشرق نحو سوريا تحديدا، تندفع خلف هذه الرياح القطبية شديدة البرودة، وبالتالي تزداد تأثيرات هذا المنخفض الجوي، تزداد الهطولات، وأيضا ينخفض مستوى تساقط الثلوج ليصل إلى 700 متر وربما دون ذلك في بعض الفترات. هذه الصورة هي تحديث حالي لصباح اليوم، مكان المنخفض الجوي وأيضا مكان الجبهة الهوائية الباردة. خلال ساعات الصباح تأثرت المملكة بالجزء الجاف من هذا المنخفض الجوي وهي مقدمة هذا المنخفض الجوي، في حين الجبهة الهوائية الباردة تتمركز حاليا إلى الشرق من البحر الأبيض المتوسط وبدأت تأثيراتها على سواحل سوريا ولبنان وأيضا شمال فلسطين مع تمركز المنخفض الجوي حاليا فوق جزيرة قبرص. يتحرك هذا المنخفض الجوي نحو السواحل السورية خلال الساعات القليلة القادمة، تندفع معه هذه الجبهة الهوائية الباردة، تصل المملكة خلال ساعات العصر من نهار اليوم، وبالتالي هناك تغير جذري في الأجواء خلال ساعات ما بعد عصر نهار اليوم الأربعاء مقارنة بما سجلنا خلال ساعات الصباح من أجواء مشمسة بشكل عام، وبالتالي هناك فرصة لهطول زخات من الثلوج اعتبارا من ساعات العصر، أيضا زخات أمطار غزيرة في المناطق المنخفضة وربما حتى حدوث الرعد والبرق وأيضا هطول زخات من البرد أثناء تأثير هذه الجبهة الهوائية الباردة. خلال ساعات الليل تعبر الجبهة الهوائية الباردة عموم مناطق المملكة وتبتعد نحو الأراضي العراقية، لكن يندفع خلفها هذه الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة، وبالتالي درجات الحرارة ستعرف المزيد من الانخفاض، وأيضا الهطولات سواء المطرية سواء الثلجية ستشتد سواء في المنطقة الشمالية الوسطى وحتى المنطقة الجنوبية، وبالتالي هناك تراكمات جيدة متوقعة خلال الليلة القادمة فوق عموم المناطق التي ترتفع عن 800 متر، وربما كما ذكرنا قد تشهد المناطق ما دون هذا الارتفاع هطولا لزخات من الثلوج وأيضا زخات من البرد خلال ساعات الليل على فترات. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة اعتبارا من نهار اليوم، نهار اليوم العظمى تسجل 7 درجات مئوية، خلال ساعات الصباح أجواء مستقرة ومشمسة وتفرق لبعض الغيوم، خلال ساعات الظهيرة تتكاثر كمية من الغيوم تدريجيا، خلال ساعات العصر والمساء تعبر الجبهة الهوائية الباردة، يتغير الطقس، يصبح عاصف ماطر مثلج وتراكمات للثلوج وأيضا ربما حتى إغلاقات في الطرقات. خلال ساعات الليل ذروة تأثير هذا المنخفض الجوي، ثلوج كثيفة متوقعة في عموم المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر، ربما ينزل هذا الارتفاع إلى ما دون 700 متر في بعض الفترات مع 0 درجة مئوية فقط. يوم الخميس تستمر تأثيرات هذا المنخفض الجوي أو يبتعد هذا المنخفض الجوي، لكن تستمر المملكة تحت تأثيرات التيارات الغربية الباردة القطبية
خلف هذا المنخفض الجوي. تستمر فرص هطول زخات الثلوج في العاصمة عمان، لكن هذه المرة فوق ارتفاعات أعلى مما سجلناه خلال الليلة الماضية، 5 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 2 درجات مئوية فقط. ويوم الجمعة يستمر الطقس بارد ماطر وأيضا مثلج على فترات، مع فرصة لهطول زخات من الثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، وتشمل بعض الأحياء العالية من العاصمة عمان. لكن تركيز الحالة الجوية يوم الجمعة سيكون على المنطقة الشمالية والوسطى، في حين تتراجع الفعالية الجوية على المنطقة الجنوبية مع تشكل الصقيع في المنطقة الجنوبية وأيضا عموم البوادي خلال ساعات ليل الجمعة على السبت. العاصمة عمان تسجل 4 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 3 درجات مئوية. قبل الختام لا بأس أن نوصيكم بعدة محاذير أثناء الحالة الجوية، أهمها هو الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، أيضا الابتعاد عن مجاري الأودية والمياه، وأيضا القيادة بحذر في الشوارع التي تشهد تراكمات ثلجية وحتى هطولات مطرية. نتمنى السلامة للجميع وللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب.